FM. الكلمة ليك. أهلا وسهلا بك، كيف حالك جعفر القاسمي؟ أهلا وسهلا، الحمد لله. الحمد لله. جولة من العروض المهمة في تونس، أرقام قياسية جيتنا بها جعفر اليوم. نحكي في البداية، خلينا نحكي على الأرقام القياسية. رقم قياسي في حفوز من عدد الأحزق في الأحزق في الأحزق. 14,000 متفرج. 14,000 متفرج. هذه الديكلاري معناتها الناس اللي حسب المندوبية الجهوية بتاع الثقافة والأمن وإدارة المهرجان، ثم 14,000 متفرج في منيول الله عملوا العرض. بالنسبة لي أنا هذاك ما نجمش ننساه، لأنه يظهر لي أقوى رقم قياسي عملته في حياتي. 14,000 متفرج، أساس آخر جعفر، معناها 14,000 واحد يتفرج فيك، 14,000 تونسي يتفرج فيك ويتفاعل معاك. هذوما الديكلاري قلت أنت يا بارل في النوارة. شوف كارتاج يظهر لي 11,000 12,000 كيبدأ في يبدأ على الخ. هذا 14,000 ومش كارتاج، هذا الحزق. الناس على الشط فمني ولا عائلات صغار كبار نساء. قلت لك عمري ما ريت مشهد في حياتي هكاك على مستوى الحضور الجماهيري. فمني شيء يشرفني على الاخر هي عماده ولا معتمديه ولا فمني ولا تابعه ولايه صفاقس، جاوا من الحنشه، جاوا من اللوزه. عماده هي جاوا من اللوزه، جاوا من مناطق قريبه من صفاقس. فمني شيء يعمل عماده تابعه معتمديه جبنيانه اللي صحيت جبنيانه. حاجه اخرى حسام، هذا الاهم، هل 14,000 اللي جاوا يا صديقي هاو عنا الفيديو مسجل واحد، نظام احترام متابعة شديدة للعرض. صفقوا وقت اللي يلزم يصفقوا، سكتوا وقت اللي يلزم يسكتوا، ضحكوا وقت اللي يلزم يضحكوا. ما نعطيك حاجة أخرى سي حسام، وقت اللي هزونا للحزق فمني ولا الناس استقبلونا في ديارهم. هذا مهم ياسر، تعشينا في دار مواطن ما نعرفوش، عائلته الكل فرحوا بينا فمني ولا، وتحس الفرحة في عينهم. ربي يبارك لهم ويرحم والديهم. ربي يبارك لهم. في الزارات كيف كيف 10,000 متفرج. 10,000 متفرج أيضا في الشارع. بالشارع بعد عرض بطبيعه الحال قدام البلديه عملوا سان. ناس ما عندهاش فضاءات ثقافيه، ناس محرومه، ناس هامشه، ناس كالجا، ناس هامشه فهمني ولا. راي الثقافه ماهيش كارتاجا كهو، مهرجانات دوليه كهو، لازمين المهرجانات الدوليه، لابد ان ندعموا المهرجانات الدوليه. ولكن زاده ثم الناس، ثم جهات محرومه لا باش تكون الزاده الضحكه حكر فقط على الناس اللي عندها الامكانيات. خويا في الزارات اللي هي زادة معناتها معتمدية في جبس، جونا من كوتين، جونا من طاجرة، جونا من أم التمر، جونا من مارث، جونا من كتانة، يعني جو من جبس فهمتني. 10,000 متفرج قدام البلدية بنفس النظام والاحترام، وهذا جميل الحمد لله يا ربي. منزل بوزلفة زادة كيف كيف، استاد معبي في منزل بوزلفة. منزل بوزلفة اللي نذكر ما فيهاش مسرح يا جماعة، منزل بوزلفة كما منزل بوزلفة ما فيهاش مسرح. أنا متأكد اللي كونوا أهالي منزل بوزلفة تو يسمعوا فيا هما يحكي وحدهم شنو اللي صار في منزل بوزلفة. يظهر لي أول مرة ممثل يعمل عرض مسرحي رد بالك في استاد، في استاد معبي بالكيفية هذيك. باش ما نبالغش باش ما نعطيش رقم كبير، ولكن تقريبا ثم 4,000 لوطة هذا اللي ريتو بعيني، هذا زاد الأكدو على الكراسي، وثم تقريبا 6,000 على الجردان في منزل شفت بوزلفة. الفيديو أنا معناتها يرضيت الله الوالدين. انا نقول انا صدقني يا حسام اليوم جايك مرعوب على الاخر وخايف على الاخر ومسؤوليه كبرت على الاخر، لانه نقول الناس هذه اللي تجي والناس اللي قاعده تقص في تساكر رد بالك، الناس تقص في تساكر والناس تجي وكومبلي قبل بنهارين وثلاثه ايام، والناس الديبلاسي جعفور والناس الديبلاسي، لانه هذا يقري ناس يا حسام في المعرض العالي للفن المسرحي. نحكيه على المتفرج المتسول اللي هو ينجم يقص تذكره من موريال باش يمشي يتفرج في دربي نتاع الكلوب والاسبيرونس فعلا، فمن ياخذ الطياره ويروح. انا غايب نهارتها مسرحي على بالحق فهمني. دونك بالنسبه لي انا شيء يفرح على الاخر، فهمت، شيء يفرح على الاخر اللي صار زاد في في جبس 6 عروض، في جبس إعادة العرض لست مرات، معنا 6 عروض 6 مرات عملنا العرض في شنيني جابس، فطلبوا منا عرض عودنا تقريبا بعد 3 أيام أخرين لنظرا لاكتظاظ والحضور والناس كل قاعدة البرة. عملنا عرض في جابس الولاية فهمني ولا، فطلبوا منا بعد 6 أيام باش نعاودوا عرض فهمني ولا، فعودنا فعاودوا طلبوا عرض ثالث فهمني ولا، قاعدين بصدد البرمجة للعرض هذا. عملنا عرض في بوشمة فهمني ولا، وطلبوا عرض آخر في بوشمة. كيف كيف اللي باش يصير الليله في نابل العقل في جرومباليا، العرض الثاني في جرومباليا، العرض نتاع الليله هو العرض الثاني في جرومباليا. اللي صار في جرومباليا واهالي جرومباليا تو يسمعوا فيه في العرض اللي فات حاجه انورم، حاجه لا تصدق، والفيديو زاد موجود. يظهر لي في جرومباليا كان عرض خاص جدا بالنسبه ليك انت جعفر القاسمي، عرض خاص جدا عنده نكهه خاصه. شوف
المسرح حسام وانت استاذ مسرح وممثل ومخرج وعندك في اداره المسرح وعندك احساس خاصه عندي. في الرابور سينسال اداره المسرح بالذات عندي شكون اي فهمني عندك لا عندك احساس بالرابور سينسال المسرح نتاع غرومبيليا يمينتي ملا روح فيه انا بكل صراحه ثم روح شديده سعى البنيه نتاع الجرادان وكذا تحس اللي يكونوا عرض حميمي عائلي على الاخر ناس قراب على الاخر خاطر ايش نقول لك في مسرح غرومبيليا بورين فوا المسؤولين شاوروا الناس المهتمين بالشان المسرحي ما نعرفش للمره الاولى يظهر لي في تونس تحكي بالهاك اي لا خاطر لا تري بيان خاطر كي جاء مش تبني المسرح هذاك كنا ومشكور المعتمد الحالي اللي هو مازال معتمد غاديك ورئيس البلديه اللي ما عادش توا خرج اللي هو سيلياس زعينين وانا واحد من الناس كنت موجود في الاستشاره كيفاش تبني كيفاش تعمل شنو مش طريقه بطريقه بكل غازي الزغباني معز بن طالب نوف الادم الكل كنا موجودين وقتها واعطينا راي في كيفاش نحبوا المسرح نتاعنا اي وحكيت انا زاد حسين تو مش باش نبدا نرمي في الورود وكذا انا تعرفني من لا اجامل خويا انتم زاد عندكم فضل كبير برشا فهمني ولا في غرومبيليا لانه اسستوا واثثوا نوعيه نتاع جمهور ومتفرج بكل صراحه يواكب ويتابع العمليه المسرحيه بكل احترام وخاصه كما قلت لك راه العرض واللي باش يصير الليله زاد هو حوار جدل نعطيك معلومه انا ما نجمش ننسى في عرض غرومبيليا خلتك شاد لي يعرفوني اهالي غرومبيليا فاش نحكي انا تو خلتك شاد لي هذه احنا داخلين المسرح من تالي فهمني ولا عرضتني مرام ما نعرفهاش فهمني قالت لي انا اسمي خالتك شادلي وهذه داري هاني ورا المسرح قالت لي نسكن هنا ورا المسرح وعمري ما مشيت للمسرح وما نمشيش للمسرح قالت لي اليوم اجا نوريك ولدي قصيت تسكر لي انا وتسكر لولدي وتسكر كذا وجيتك للمسرح دخلنا اخويا للمسرح فهمني ولا بديت انا نمثل قلت لهم بربي خالتي شادلي دخلت ولا هزت ايديه فيراج وحدها اخويا خالتك شديه اي هيا شجعوا هيا زغرتوا هيا اعملوا بالله العظيم محلاها ومعزه تحيه كبيره برشا لو كنت تسمع فيه خالتك شديه والليله نحبك تجيني مجيبه خالتك شديه اي بابا ولا العلاقه الخاصه اليوم بين جعفر والجمهور بعد جوله ما زالت ما اكتملتش الجوله لا محاله لكن في اخر الايام تاع الجوله الصيفيه كيفاش يقيمها جعفر القاسم كيفاش يرى العلاقه كيفاش يرى اليوم علاقته بالجمهور نتاعو جعفر انا نقول سؤال كلاسيكي لا محاله لكن سؤال مهم برشا انا نقول ان شاء الله ربي حبب فينا خلقه والناس هذه اللي جات والناس اللي قصت وكذا خاطر النجم حسام يجيوك برشا ناس لكن اعطيني كيفاش خرجوا تعرف شنو القوة؟ أنه العرض يتعاود سيكو الناس حبت العرض. العرض أنه يتعاود وبالكثافة هذه سيكو الناس حبت العرض ونشوف الانطباعات على صفحة التواصل الاجتماعي خاطر أنا عندي باج اسمها جعفر القاسمي جعفور ولي كومنتير نتاع الناس، الناس راهي ما تجاملش تو، الناس راهي ما تنافقش تو، معناتها أنا متأكد لو كان ما عجبهمش العرض يقول ما عجبناش العرض. العرض مخدوم بطريقة بكيفية على درجة عالية من الدقة من الدقة على درجة عالية من الإمكانيات اللي درستهم أنا في حياتي أنا أستاذ مسرح ونعرف إيش قاعد نعمل فهمني ولا كل شيء مبرمج له كل شيء مخطط له ما ثم حتى مجال للرعواني فن الضحك ما هوش سهل ما هوش استبهال للناس ما هوش استخفاف للناس ما هوش ابتذال فهمني ولا الفن متاع الضحك فيه قواعد علمية ثابتة دونك احنا قاعدين نمارسه في القواعد العلمية الثابتة الناس ملت الناس كلت الناس عايشة حالة من الأحباط الناس تحب الفرحة تحب الفرحة خاطر مشتاقة للفرحة وجعفر المسؤولية كبرت جعفر القاسمي والله ثم خوف توا من ثم خوف حسام يعرفني خوف مقبلا ولا انا غلط حسام لا الخوف مهم تو نحكيو بعد شويه جعفر على المزج بين الكوميدي واللسان التراجيك في نفس العرض، العرض اللي هو سيبوزي كوميك، العرض اللي سيبوزي انيماسيون تياترال، سيبوزي لكن ثم دي مومون يصيروا فيه اللي هما تراجيك واللي هما زاد يغذيوا العرض، لكن قبل هذا عندي معلومه للتصحيح عادل الاسمر باش ما ننساش الرجل هذا اللي كان هو اللي صمم المسرح، هو اللي كان وراء تصميم مسرح غرومبيلي عادل الاسمر تحيه كبيره برشا برافو عادل ما نعرفوش انا برافو اللي هو كان مدير دار شباب اسمعني عادل الاسمر هذا دخل التاريخ بالنسبه لي لانه الكيفيه اللي مخدومه بها مسرح غرومبيليا ويا ريت انا المعتمديات ولا الناس اللي ناويه باش تعمل مسارح تنسج على المنوال تنسج على منوال مسرح غرومبيليا وفي بالك بحاجه ما يتكلفش ياسر بخلاف معناها برشا يعتقدوا اللي هو يتكلف ياسر المسرح فورما هذيك يتكلف اقل من مسارح اخرين نحكيو شويه علم حسام رحيلي الطبي صاحبي لحظه باش نعطي معلومه للساده المستمعين سامحوني غير طبيب شوف الناس كل هالقاع اي هالقاع نفرشوا لوطه بطاح خويا اسمعني الناس اللي يسمعوا فيا باش نعطيكم معلومه على المسرح وكيفيه بناء المسرح. المسرح هو مبني اساسا ماهوش ديمقراطي المسرح وعمره ما كان ديمقراطي
المسرح العلبة الإيطالية كتبني تبنيت تبنيت الصالة تبنيت أساسا على لوي دو برانس عين الأمير. الأمير هو الوحيد اللي كيتفرش المسرح يشوف الرؤية كلها كاملة مكتملة، الرؤية كلها كاملة، يحطوا له كرسي في الوسط ومن بعد يبنيه على أساسه المسرح. اللي تبنيه مثلا في جورومباليا النوعية بتاع المسارح هذيك مسارح شعبية، ما هيش مسارح بتاع أمراء، الناس الكل تشوفه بنفس الكيفية. رجعت طبيعي على راح صراحة نسعب. أيمن بن فيسا شاف الفيديو قال لك جعفر تقول كورنو جلاس. برش عبيد برش عبيد يكلموا فينا على الفيديو اللي هبطناه، مش نعاود نهبط فيديو اخرى توا في اللايف. كورنو جلاس ايمن قولوا وصلنا المستوى هذا ايمن، برغم اللي عايش ايمن بن فيسا يا ايمن كورنو جلاس تعرفش قالوا لي ايمن لهنا مزهرية قالوا لي اخويا. ربي لو كان ايمن تنجم تاكد المعلومه هذه، هل تعتقد اني مزهرية اليوم ولا برس امك؟ تحيه من انور اللي يعرضني اخويا يقول لي اهلا بالمزهرية. زاد من انور سويسي برشا عباد يبعث في لي كومونتير على ايمن عايش في فيسبوك نتاعنا يشكر فيك جعفر، فرحانين برشا اللي انت بحضنا. زاد فرحان نرجع شويه لحكايه المزج بين بين الكوميدي والتراجيدي في العرض. ما تنجمش تعدي مسرحيه ببساطه، ايه ما تنجمش تعدي مسرحيه الكلها كي 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 كا 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 كي 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 كا 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 كي 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 كا 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 كي كي كي. ما هو ثم جمله مفيده، ثم مقوله عليا قريناها، ارسطو يحكي على المقوله العليا من خلال العرض هذا اذا كان هو اسمه عرض مسرحي. انا ديما نقول واضح مع العباد راني اللي نعمل فيه ذا بيست اوف جعفور لا يمت للمسرح بسيله، هو عرض تنشيطي تتخلله بعض المواقف المسرحيه نقطه الستر. نسكر الموضوع هذا، الغايه من العمليه اللي نعمل فيها انا هي اسعاد الجماهير، ما هيش فلسفه كبيره. نحب اللي يجيني اليوم في جرومباليا يروح فرحان، يروح عنده امل، يروح يحلم، فهمني ولا، انه بلادنا ماشيه للخير حاله من الاحباط. الناس كلنا نعرفوا اللي ثم شطر كاس فارغ مليان، فهمني ولا، لكن لازمنا زاد نعرفوا اللي ثم شطر كاس فارغ فارغ هذاك. هاو الاعلام موش مقصر، هاو فلان ززر فلان، هاو الاخر عمل كذا، هاو الاخر فجر في كذا، هاو الاخر، هذا كل لازمنا نعرفوه، ولكن في نفس الوقت لازمنا نعطيو امل لرواحنا. المسرح يصنع الامل، المسرح يصنع الحلم. انا كي نقول لك اليوم في جرومباليا للعرض الثاني سيكو ثم امل جديد، ثم حلم جديد، غدوه في نابل للعرض الثاني فهمني، عملنا عرض المره اللي فاتت وغدوه لو 26 ان شاء الله باش نكونوا في المهم فينا. برشا كلامك جعفر خاطر فما ديزارتيكل حتى نقراهم في الجرايد، معناتها حتى تلقى مقالات يقولوا هذا عرض مسرحي يشبه هكا عملوا جعفر القاسمي. مهم برشا انك توضح حتى العباد اللي تنقد الاعمال نتاعك. انا هاني قلت لك واضح وصريح، كيفاش نتحاسبوا؟ تحبوا تحاسبوا ارقام؟ جعفر على مستوى الارقام اليوم نحكيوا توا ارقام، على مستوى الارقام هو الاول، على مستوى الحضور الجماهيري هو الاول، على مستوى اعاده العروض انا لو كان ثم عرض تعاود ولا حاجه اعلموني، اما على مستوى اعاده العروض جعفر هو الاول، ذا بيست اوف جعفر هو الاول. للامانه ثم زاد شكون يعملوا فيه نجاح جماهيري كبير اليوم؟ ما عندي حتى شك، لطفي اللي وجهها لمين الكل ما عندي حتى شك، لكن انا نحكي لك على مستوى اعاده العروض، العروض اللي قاعد تتعاود كومبلي ولعب بطلب من الجماهير فهمني ولا حتى لطفي بطلب من الجماهير ثم نعرف تعاود، اما نحكي لك قديش من عرض تعاود فهمني، احنا ماناش في مقارنه تو، انت تعرف انت تحكي على ماناش في منافسه مباشره، ماناش في منافسه وما يلزمش نوصلوا للمنافسه، وربي يعين الناس الكل والسماء تتسع لجميع النجوم. قاعد تصور فيه ديريكت، قاعد نعدي فيك في ديريكت في اللايف. ربي هات ما نجمش نجيبه، التليفون في الشارج، التليفون في الشارج يا ايمن، برس امك كاني مزهريه قول بربي هبطوه على الواحد ديريكت تو، هذه تو يتفرجوا فينا على كابا فيم، مش على كابا فيم عليا انا، عليك انت هبطني على كابا فيم خويا، تهبط فيا عليك انت الواه علي حتى انا راني عندي لا اسمعني خلنا نصفوا شويه نعمل فيديو اخرى من بعد نهبطوها على كابا فيم توت سويت. خويا هبطوني هبطوني تصويره بالمريول، نحب نعرف الراي العام، استفتاء صبر اراء، هل انا مزهريه اليوم ولا سينون نحيو ونمشي جومبالي في مريول خلع بعد البيب نحكيو فيها الحكايه بيان سور. راجعين بعد شويه بعد البيب ونسمعوا امنه فاخر المجنون، زاد بعد شويه راجعين مع ضيفنا جعفر القاسمي. كابا فام الكلمة ليك.